لما يسألني حد عن حالي أول كلمة تطري في بالي الحمد لله نتعود كلمة ويمكن نفقد معناها لو ما نتذكر نتفكر باللي تعني اسأل من يفقدنا ما كم يتمناها تلقاها عندك شي ما كنت تفكر فيه لا تنطر انها تزول فكر فيها على طول واحمد من قلب وقول الحمد لله بخير بخير الحمد لله لا تنطر انها تزول فكر فيها على طول واحمد من قلب وقول الحمد لله بخير بخير الحمد لله الحمد لله الحمد لله بخير بخير الحمد لله بخير الحمد لله ترى الحياة جنة من النعم.